Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Ashikin binti Tuan Zainal Abidin ingin bacakan surah Toha ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني جلك قومك
قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي صَدَقَ اللَّهُ